ارحب بكم مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه الجديده وتكمل معايا المتابعه لاخر المستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المهندسين كما نعلم هم الاساس في الصناعه المصريه وفي عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالتاكيد هناك اهتمام من الدوله ومن قبل الكليات المختلفه الموجوده في مصر بالمهندس المصري. هندسه بورسعيد بالتحديد لها محاوله منذ 5 سنوات تقريبا لدعم وتشجيع مشروعات الخريجين من الشباب. يوم هندسه بورسعيد هو احد هذه الايام المتميزه التي تحاول من خلالها الكلية دعم المشروعات الصغيرة، مشروعات التخرج، تقديم الدعم لها من خلال رعاية شركات كبرى. هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في حلقة اليوم من تكنو نايل. معنا بالإضافة إلى ذلك موضوعات أخرى سنتابعها، لكن بعد متابعة هذه المجموعة من الأخبار التكنولوجية من إعداد أحمد عبد الصمد وقراءة شهاب شعلان. أعلنت شركة جوجل أن النظام الجديد الذي قامت بطرحه للتحكم بالتعليقات على موقع مشاركة الفيديو التابع لها يوتيوب أدى إلى ارتفاع في عدد التعليقات العشوائية والمزعجة. وقالت الشركة الأمريكية إنها قامت بإطلاق عدد من التحديثات التي من شأنها التعامل مع هذه المسألة، كما قامت بتحسين تقنية التعرف على الروابط السيئة ومحاولات الانتحال، بالإضافة إلى تغيير كيفية عرض التعليقات الطويلة. هذا وقد وعدت جوجل بإطلاق أدوات لتعديل التعليقات الطويلة على يوتيوب، وقالت إنها تعمل أيضا على تحسين مسألة ترتيب وتعديل التعليقات الخاصة بنظام التعليقات القديم. أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق مخصص لتشغيل موقع يوتيوب للفيديو على منصة الألعاب إكس بوكس ون التي تطورها منافستها مايكروسوفت. ويوفر التطبيق الجديد ميزتين رئيسيتين هما دعم الأوامر الصوتية والتعرف على حركات اليد حسب ما أشارت الشركة. كما يستطيع المستخدم التحكم بالتطبيق صوتيا كأن يقول كلمات يوتيوب حتى يفتح التطبيق، ويمكن للمستخدم أن يستعرض مقاطع الفيديو قبل تشغيلها بواسطة حركات يده التي يستطيع التطبيق التعرف عليها. أطلقت شركة نوكيا تطبيق إنستغرام لسلسلة هواتف لوميا التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز فون، ويدعم تطبيق إنستغرام الكاميرتين الأمامية والخلفية لذلك. ووفقا لنوكيا يستطيع المستخدمون التقاط صور لأنفسهم بالإضافة إلى محبيهم كما هو الحال مع تطبيقات أخرى. كما قالت الشركة إن تطبيق إنستغرام يتوفر مع أيقونة حية يجري تحديثها على الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك فهي تدعم التشغيل السريع ما يساعد على دمج التطبيق في نظام التشغيل. تقدمت شركة سامسونج الكورية بطلب لتسجيل براءة اختراع لتقنية قامت بتطويرها تتيح إلغاء تأمين قفل الهواتف الذكية عبر مسح قزحية العين، والتي تعد أكثر أمنا ودقة من بصمة الإصبع. وتعتبر التقنية التي تسعى سامسونج لتوفيرها أكثر تعقيدا وتطورا من التقنيات التي تعتمد على مسح الشبكية، لكن سامسونج اختارتها لأنها أكثر دقة وسرعة، ولأنها أكثر قابلية للتنفيذ على الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف الذكية. وإن كانت مثل هذه التقنية ذات تكلفة عالية، إلا أن سامسونج تمكنت بحسب براءة اختراعها من تطويرها بطريقة مناسبة للهواتف الذكية من حيث التكلفة وطريقة التنفيذ. حصلت شركة نيبتون الكندية على التمويل المادي اللازم لإنتاج ساعتها الذكية الجديدة باين، وهي الساعة التي تعمل بنظام أندرويد وتدعم إمكانية تركيب شريحة اتصالات من نوع مايكرو سيم، حيث تقوم بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة عبر شبكات اتصالات الجيل الثالث G3، ودون الحاجة لتكون متصلة بهاتف ذكي أو حاسب لوحي. وتملك الساعة الذكية شاشة بقياس بوصتين وأربعة أعشار البوصة بدقة 240 × 320 بكسل،
ومدعومة بمعالج ثنائي النواة من كوالكوم والذي يعمل بسرعة 1.2 جيجا هرتز. وقالت الشركة الكندية إنها تعمل مع جوجل على الوصول لاتفاق لتمكين مستخدمي ساعة باين الذكية من تنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي مباشرة ودون الحاجة لاستخدام متاجر الطرف الثالث لتنزيل التطبيقات. أعلنت شركة تويتر أنها طبقت تكنولوجيا أمنية تزيد من صعوبة التجسس على مستخدميها، ودعت شركات الإنترنت الأخرى إلى أن تحذو حذوها في الوقت الذي تتطلع فيه شركات الإنترنت إلى إحباط عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة المخابرات الحكومية. وأضافت تويتر أنها أضافت طبقة حماية متقدمة للتشفير HTTPS تعرف باسم السرية المتقدمة. طور باحثون في مجلس البحوث العلمية والصناعية بجنوب أفريقيا أول ليزر رقمي في العالم، وينظر إلى الاختراع على أنه نقطة فارقة في تقنية الليزر وربما يولد اختراعات مستقبلية مرتبطة به. وتتنوع المجالات التي ستستفيد من هذا التطور من الأجهزة الخاصة بتوزيع الضوء في مجال التركيب والتسمية إلى أجهزة المكاتب فضلا عن تكنولوجيا العمليات الجراحية في المستشفيات وأجهزة القطع واللحام في المصانع. من ضمن الأحداث الهامة التي شهدها الأسبوع الماضي أيضا هو مؤتمر Egypt Rise Up واللي أقيم في الجامعة الأمريكية على مدار يومين، وضم مجموعة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات اللي بتدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات الشبابية في مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات. هنتعرف أكثر على المؤتمر، أهم فعاليات وأهم ما جاء فيه من خلال اتصال هاتفي مع أستاذ عمرو أشرف رئيس لجنة تنظيم Egypt Rise Up. أستاذ عمرو برحب بيك. يعني في البداية أهم ما تناول هذا المؤتمر، أبرز الموضوعات اللي جات فيه وكان إيه الهدف الأساسي منه؟ هو رايز أب إيجيبت تعتبر أول قمة ريادة الأعمال في مصر. مجال ريادة الأعمال طبعا مجال كبير جدا، كتير من الشباب بيبدأوا مشروعات جديدة وبيبدأوا شركات جديدة، فجميع فعاليات القمة على مدار يومين كان هدفها أن هي توصل الشباب دول بالمستثمرين وبالشباب التانيين عندهم موارد يقدروا يساعدوهم بيها. كان في كتير من ورش العمل على مجالات مختلفة، سواء كان تسويق أو إدارة مثلا الحسابات المالية أو إزاي الواحد يبدأ الفكرة بتاعته وينشرها. وكان في فاينل ديسكشنز، كان في توكس وبرزنتيشنز كتير إداها رجال أعمال وشخصيات ناجحة قدرت إن هي ترانش الستارت أبس والبزنس بتاعتها يعني. لكن هل بالفعل في مصر في سوق حقيقي للشباب؟ يعني الجمعيات اللي تهتم بريادات الأعمال وبتدعم مشروعات الشابة، هل بالفعل بتقدر تجد السوق المصري مفتوح للمشروعات الجديدة أو لأي فكرة جديدة، ولا مازال السوق المصري مغلق على نفسه وبيعاني من صعوبات ومشاكل كتير؟ السوق المصري بيزيد كل يوم، وخلال السنتين اللي فاتوا في شركات كتير جدا بدأت، وفي شباب كتير جدا بدأوا يتوجهوا ان هو بدل ما بيدور على شغل او وظيفة ان هو بيبدأ الشركة بتاعته، والشركة دي بيشتغل فيها شباب كتير. فأصلا احنا هدفنا في رايز أب إيجيبت كان ان احنا نوضح ده ونبين للناس كلها انه فعلا في سوق، لو انت عايز تبدأ شركة بتاعتك هتلاقي موارد وهتلاقي ناس تساعدك كتير جدا بشكل اكبر مما تتخيله. ولكن مشكلتنا ان الناس دي ما عليهاش تركيز من الاعلام بشكل قوي وما عليهاش تركيز من المجتمع. رايز أب إيجيبت كانت بتساعدهم كلهم يجوا في مكان واحد وكلهم يشاركوا في ريادة العمل. استاذ عمرو اشرف رئيس لجنه تنظيم Egypt Rise Up، شكرا جزيلا ليكم، نوعدكم ان شاء الله يكون لينا لقاء معاكم من خلال تكنو نايل لمتابعه مجال رياده الاعمال ودعم المشروعات الشابه في مصر. كنا قلنا في بدايه الحلقه ان احنا النهارده حلقتنا حلقه خاصه عن يوم هندسه بورسعيد، الفعاليات الخاصه بهذا اليوم، اهم المشروعات المتميزه اللي فازت فيه. وخلونا نرحب في البدايه بضيفي في اللقاء. معايا في الفقره مهندس محمد كمال أحد منظمي يوم هندسة بورسعيد، برحب بيك. أيضا معايا مهندسة نورة الألفي المنسق الإعلامي ليوم هندسة بورسعيد، برحب بيك. خلونا في البداية نتابع تقرير أعدته الزميلة منى الشماع من تلفزيون القناة للقناة الرابعة عن موضوع يوم هندسة بورسعيد، ونرجع نتكلم بالتفصيل عن هذا اليوم.
نظمت جامعة بورسعيد وللعام الخامس على التوالي يوم هندسة بورسعيد، حيث يتم عرض المشروعات الهندسية للطلبة والخريجين وعرضها على رجال الصناعة كنوع من التواصل المجتمعي وفتح أفاق التوظيف أمام المهندسين وعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم. النهاردة كلية الهندسة بتحتفل بيوم الهندسة ده للعام الخامس على التوالي. الحقيقة في اليوم دوت بيتم تنظيم عرض الخريجين للمشاريع التخرج بتاعتهم. كلية الهندسة في آخر سنة كل مجموعة من الطلبة بتقدم مشروع تخرج، مشروع التخرج دوت بيشتغلوا فيه على مدار عام كامل، فكل طالب كل مجموعة بتيجي تعرض المشاريع بتاعتها، وبيتم دعوة رجال الصناعة ورجال الأعمال في محافظة بورسعيد للمشاركة. والسنة دي دخلنا نمط جديد ان احنا استدعينا من بعض الكليات الاخرى الجامعات الاخرى ان الطلبة برضو تيجي تعرض مشاريعها علشان يتم عمل مقارنة ما بين المشاريع اللي بتقدمها كلية الهندسة في جامعة بورسعيد والمشاريع الاخرى. طبعا في البداية هو احنا هدف يوم هندسة بورسعيد هو الربط بين الصناعة والتعليم، بيتم في كذا خطوة. يعني هو اول حاجة لما رجال الصناعة بيجوا يشوفوا المعرض بيشوفوا مستوى الطالب، يعني ممكن ما يبقوش مشروع بعينه قد ما هو زي ما حضرتك بتقولي كده ينبهر بمستوى خريج كلية الهندسة، يبدأ يحس ان فعلا انت عارفة دايما كليات الاقاليم بيتظلموا، بيحسوا ان هم يقولك دي جامعة بورسعيد، فاحنا عايزين نثبت للناس ونثبت لكل ان احنا فعلا مستوى الخريج عندنا على مستوى عالي. دي اول نقطة. النقطة التانية ان في رجال صناعة فعلا بيبقوا مهتمين ان هم ييجوا ويشوفوا مشروع يتناسب مع بيحل مشكلة من مشكلات عندهم في الصناعة، يبدأ يتبنى الفكرة ويبقى سبونسر ليها ويزودها وياخد المهندس اللي عملها ويبدا يصرف على الفكره لغايه ما يحققها عنده في المصنع. يوم هندسه بورسعيد هو يوم الابتكار والابداع لطلبه وخريجين كلهم امل في مستقبل افضل. انا مشروعي كشف الغام، عشان انا اصلا من جامعه سينا ومن سينا اصلا من العريش، فحبينا اول فكرتنا اللي احنا ننمي سينا ونغير فكره الناس عن سينا، فمنطلق كده فكرتنا بدات تطلع، فنفذنا مشروع يكشف الالغام ويعمل لمصر خريطه، لان مصر ما عندهاش خرائط بالالغام. اللي انا عندي بكشف اللغم تحت الارض، بيتبعت لي السيجنال، بستخدم مديول اسمه الزيجبي. الزيجبي ده بقدر اتحكم على العربيه لبعد 1500 متر، يعني كيلو ونص. بعد كده مستخدم جي بي اس اللي انا اخد القراءات بتاعتها، اقدر احدد اللغم فين بالظبط، مكان العربيه فين بالظبط. بعد كده بعد ما اكمل الكلام ده بيتبعت لللابتوب، وبتحكم في العربيه برضك وايرلس كوميونيكيشن. بعد كده بيدخل الموضوع البروسيسنج على الفيجوال بيز. عملنا ظروف لحرق الغاز الطبيعي، ظروف جديده بحيث ان احنا نشوف ان وقت هل ده هيكون بالسلب ولا الايجاب على عمليه الاحتراق، بحيث ان احنا نقدر ندخل ده في بعد كده في العمليه الصناعيه، هل ده افضل أسوأ. طلعنا عملنا تجربه وطلعنا نتائج بظروف ظروف التجربه بتاعتنا المختلفه، وطلعنا النتائج، وان شاء الله اي حد بيحتاج النتائج بتاعتنا موجوده وبيقدر يستفيد منها مباشره. هو ويند باور بلانت متكامله، بنعمل فيها جنريشن لالكتريك باور من طاقه الرياح، بالاضافه لان احنا بنعملها ايجومنتيشن علشان نزود الكفاءه بتاعت الوحده بتاعتنا او المحطه، ونستفيد بقدر اكبر من الطاقه. وبالاضافه للحاجه الثالثه اللي احنا مزودينها في المشروع، ان احنا بنعمل ستورنج للباور جنريتد بتاعتنا، بحيث ان احنا ممكن نستغلها في الاوقات اللي ما يبقاش فيها حاجه ليها، بدل ما تبقى مهدوره في الارض بنقدر نستغلها في اوقات تانية نكون محتاجين فيها. تواجد رجال الصناعه في المهرجان يعطي مزيد من الثقه، ويعتبر دافع قوي للمهندسين لمتابعه التطورات التكنولوجيه العالميه. هو اليوم ده بيبقى يوم موفق قوي عشان يحصل تشبيك ما بيننا كرجال صناعه واصحاب مصانع واصحاب افكار زي المهندسين الواحد بيتعرف عليهم هنا، افكار طبعا بتكون ممتازه جدا، ولو حاجه بتنفع معانا بنحاول ان احنا نعمل معاهم كونتاكت بحيث نقدر نعمل لهم حاجه مساعدات عشان تنفيذ مشاريعهم او تحقيق احلامهم، او نحس فعلا ان الفكره دي ممكن يجي من وراها حاجه كويسه يعني بالنسبه لمجتمعنا كله مش لينا بس كصناعيين. تشجيع صغار المهندسين من قبل رأس المال الاجتماعي ورجال الصناعة ودفعهم قدما نحو الابتكار والإبداع والربط ما بين الحياة العلمية والعملية هدف تسعى لتحقيقه الجامعة في يوم هندسة بورسعيد. من بورسعيد كان معكم منى الشماع لأخبار القناة. رحب مرة تانية بضيوفي في هذه الفقرة، ومهندس محمد هبدأ معاك. فكرة يوم هندسة بورسعيد يعني التقرير قال انها بدأت من 5 سنين تقريبا، لكن ليه بدأت الفكرة وازاي بدأت ومين كان صاحبها؟ من 5 سنين فاتوا كان في 5 خريجين وطلبة، شافوا انه في فجوة كبيرة قوي بين رجال الصناعة وما بين الخريجين، وكان قدامهم مسائل حي يوم الهندسة المصري،
ففكروا ازاي يشيلوا الفجوه ديت ما بين الطلبه والخريجين وبرج الصناعه. ومن هنا بدات الفكره. كان الاول الفكره مجرد حلم، اليوم كان مجرد حلم في الاول، وبس الحمد لله من سنه لسنه اليوم بدا ينجح،